من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد خالد المحنة أن أجهزة الوزارة دخلت حالة الإنذار القصوى استعدادا لحماية التظاهرات وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. وأضاف المحنة في بيان له أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهرات السلمي، مؤكدا أنه لا داعي للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة، فالأجهزة الأمنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر والاحتراز من اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف.